ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمة. الحقيقة طبعا أنه الاهتمام يعني بتوفير الفيتامينز اللازمة لصحة الجسم سواء كان من خلال مصادرها يعني من الأساس أو حتى من خلال مكملات غذائية، ده حاجة مهمة جدا أكيد لينا، ومش زي ما بعض الناس مثلا فاكرة أنه ده أمر جانبي أو ترفيهي أو إحنا بناخده كده حاجة فور فان يعني. لكن كمان نقص الفيتامينز دي في الجسم ممكن يترتب عليها نتائج كتيرة جدا صعبة السيطرة عليها فيما بعد، حتى للأطفال مش بس لينا إحنا ككبار. فالنهاردة في فقرتنا هنتعرف أكتر على أهمية الفيتامينز لصحة الجسم وإيه أعراض نقص الفيتامينز وإزاي نتناول الفيتامينز بشكل طبعا سليم. كل ده هيبقى مع ضيفتي المشرفاني منوراني النهاردة في الاستوديو دكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشر. مساء الفل عليكي يا دندول. يا عظيمة يا روح قلبي حبيبتي، ليكي وحشة كبيرة قوي. أنت كمان والله منورانا، والأجواء الرمضانية الجميلة دي حبيبة دايما متألقة بجد. كل سنة وانت طيبة وكل السادة المشاهدين طيبين وبخير يا رب. حبيبتي وانت طيبة بصحة وسعيدة. طبعا الموضوع ده مهم. أنا بصراحة الموضوع ده فرق معايا مع أولادي. أنا شخصيا واحدة من الناس اللي ممكن مع الوقت أنسى. طبعا. ولاقي يحصل لي فجأة حالة تعب إرهاق وأنا مش عارفة إيه السبب. هو أنا كويسة، هو أنا باكل، بس انا حاصل لي حاله هبوط وارهاق وايه مش طبيعه جسمي اللي انا متعوده عليه. مجهودي قل من اقل حاجه. بنهج، ممكن احس مثلا ساعات وشي شاحب شويه. وبعدين اروح اعمل تحليل اكتشف ان عندي نقص فيتامينز. لا، الفيتامينز مهمه جدا جدا لصحه الست وصحه الرجل. يمكن من الاعراض الشائعه نتيجة نقص الفيتامينز كل الأعراض اللي قلتي عليها. والله طبعاً فعلا طبعاً بتعمل كده. مادام ما عنديش مرض مزمن. كي. يعني مش كل أكيد أسباب الخمول والتعب نقص فيتامينز، طبعاً بيبقى ليها موضوع كبير. أكيد. لكن عندي أمراض زي مشاكل في الغدة الدرقية، مشاكل في الكبد، لا قدر الله بيؤدي إلى خمول. لكن لو أنا ما عنديش وكل حاجة سليمة وبرضه تعبانة وبرضه مش عارفة أدير طاقتي ومن أقل مجهود عايزة أروح البيت أريح، التركيز، شحوب البشره، تكسير الضوافر، سقوط الشعر، سقوط الشعر ما دام ما عنديش برضو مرض مناعي او مرض في الغده الدرقيه او في الكلى. لو البول بيسرب بروتين او حاجه، كل الحاجات دي لازم تبقى سليمه برضو عشان لما اجي اتكلم على اهميه الفيتامينات والمعادن دي تبقى الناس فاهمه اهميه الفيتامينز. فيمكن من الاعراض الشائعه الدوخه، الصداع، ضيق التنفس. طبعا طبعا. ضربات قلب عاليه مثلا، شحوب البشره، يمكن كمان تشققات حوالين الفم، تعب، خمول، تنميل الاطراف. من هنا تنميل الاطراف، البليرد فيجن، الرؤيه مش واضحه ما دام ما عنديش سكر. يعني السكر بيعمل لي مشاكل في الرؤيه. الرؤيه برضو كده ضبابيه شويه. احنا بنتكلم لو انا سليمه ما فيهاش حاجه. بالظبط. تمام بالظبط. كل الحاجات دي بتبقى وقتها ما دام ما عنديش مرض مزمن اقدر اقول نتيجه نقص فيتامينز ومينرالز. لان حتى بتقولي لي انت بتاكلي كويس. كنت باكل كويس فمش حاسه ان انا عندي دروب في حاجه يعني. لان الفيتامينات والمعادن احنا محتاجين انتيك منه يومي. يومي محتاجه انتيك من الفيتامينز والمينرالز، وما بنقدرش ناخد يوميا الحاجات دي من الاكل الطبيعي. فطبيعي ان احنا لازم نلجا لمكملات غذائيه أمنة ومرخصة من الجهات المختصة. طيب كلمينا بقى عن المكملات الغذائية. في ناس بيختلط عليها الأمر بين العلاج والمكمل الغذائي. عرفينا الفرق بينهم بس في عجالة. لا، ده فرق كبير قوي. فرق كبير جدا. الدواء هو العلاج لكل الأمراض. أوكي. الفيتامينات هي صيانة للجسم. يعني ايه صيانة؟ عامل يعني مساعد. عامل مساعد للمناعة، للطاقة، للتركيز، للتمثيل الغذائي. لكن أكيد مفيش حاجة اسمها فيتامينات تعالج اي مرض ايا كان. فلازم تبقى الناس اللي بتتفرج علينا عندها وعي وثقافه وفاهمه ايه الفرق بين الاثنين، لان الفرق اكيد واضح والفرق كبير جدا بينهم. طب ترشحي لنا ايه من المكملات الغذائيه؟ وبناء على ايه رشحتي؟ اكيد برشح المكمل الغذائي الف مالتي فيت. بناء اني رشحته لان اولا انا اكيد جربته رائع رائع. ثانيا مرخص من الجهات المختصه، مرخص من هيئه سلامه الغذاء. ثالثا موجود في كل الصيدليات.
رابعا سعره في متناول الجميع، كل الناس اللي بتتفرج علينا تقدر تحصل على ألب مالتي فيت. دي شكل العلبة؟ ده شكل العلبة، وبستأذن الناس اللي بتتفرج عليا صوروا شكل العلبة يا جماعة، ما عنديش دي العلبة فيها 30 قرص كمان. 30 قرص العلبة بتكفي شهر، وما عنديش أي بديل ليه، لا بالأغلى ولا بالأرخص، لأن ألب مالتي فيت ليه مميزات كبيرة جدا. أولا هو بيحتوي على عائلة فيتامين ب كلها الكاملة. كلها؟ كلها. مش نس... مش حاجات معينه، مش حاجات معينه، يعني بي 6 مثلا وبي 12 بس مثلا، لا ده كله. انا عندي كله زي ما احنا شايفين على الشاشه. ده الالب مالتي فيت الكبسوله الواحده بتحتوي على زنك 23.9، بتحتوي على فيتامين ه اللي هو فيتامين اي. لا ايه ده، وفيتامين سي 500 وفيتامين سي 500 ملي جرام. يعني انا عندي نسبته كبيره برضه، 1000 يا جماعه ملي جرام في اليوم. صح مظبوط، الادلت مننا محتاج 1000 بالظبط. طبعا فيتامين سي او فيتامين سي رائع للمناعة، رائع للغضاريف، رائع لإنتاج الكولاجين، رائع للبشرة. عندي فيتامين ب طبعا مهم جدا، فيتامين ب للتمثيل الغذائي. عندي الفوليك اسيد. الفوليك اسيد رائع، ما بناخدوش تقريبا في الحياه خالص غير مره في كل ما الواحده تبقى عندها بيبي او تبقى حامل او قبل الحمل، بناخده اول 3 شهور، بعد كده ما بنشوفش فوليك اسيد اصلا. لا ده الفوليك اسيد مهم يوميا الانتاج بتاعه. فوليك اسيد من عائله فيتامين بي، مهم جدا الانتاج بتاعه للتمثيل الغذائي ولصحه الاعصاب. بتلاقي على طول مريض السكر لازم يدعم بفيتامين بي، سواء تابلت سواء انجكشن، لازم يدعم لازم الدكتور المختص بتاعه، دكتور الغدد الصماء او دكتور جهاز هضمي، يدعم له بالادويه سواء بياخد انسولين او الادويه المعتاده. التصريح معانا اهو، مهم جدا جدا شهاده تسجيل المنتج الغذائي. يعني مبسوطه جدا ان انا اقدر اعرض الترخيص على الشاشه، امان لكل الناس طبعاً اللي بتتفرج علينا. طبعا شركه بايو ناتشرال شركه ليها سمعتها، وما فيش منتج سواء الب مالتي فيت او اي منتج هتنتجه غير وهي واخده التراخيص. وبناشد كل الناس يا جماعه ما تاخدوش اي مكملات غذائيه مجهوله المصدر، ارجوكم بلاش اي حاجه مجهوله المصدر. وعايزين تشتروا او تاخدوا مكملات غذائيه بتطلعوا على الصيدليه. الصيدليه هو الامان، ان انا اشتري مكمل غذائي من الصيدليه. طبعا بقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا ان الب مالتي فيت موجود في الصيدليات في كل محافظات مصر، بلس ان احنا حاطين ارقام ظاهره على الشاشه لو عايزين نكلم عن طريق الرقم. الكول سنتر موجود عشان يقول لكم حتى الصيدليه المناسبه اللي جنب بيتكم، او لو عايزين تعرفوا السعر، او لو عايزين تعرفوا اي معلومات عن الب مالتي فيت اكسترا عن اللي انا بقولها. فبرجع اقول ان الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، ومبسوطه جدا ان هو طلع الترخيص على الشاشه. ده مهم قوي. انت عارفه دينا احنا ساعات بنشوف حاجات اونلاين كده خزعبليه ونقول دي مستورده ويلا هوبا، والناس طبعا حرام كلنا بنقع، كلنا يعني ساعات بنقع في الفخ ده، بس المهم انه مرخص، لان انا عارفه كويس جدا انه شيء المرخص او المنتج او البرودكت او او الفيتامين او ايا كان مرخص، اذا هو يعني امان طبعاً. امان لينا، لان الصيدليه مش هتعرض ابدا منتج مش مرخص. لا يمكن. صح كده؟ لا يمكن، لا استحاله، مش الصيدليه مش هتقبله، مش هتقدر تروج له. ما ينفعش. طيب فدي حاجه حلوه قوي. الحاجه الثانيه اللي اخواتنا او اصدقائنا في المحافظات اللي حابين يسالوا عنه، الارقام دي يقدروا يتواصلوا لاقرب فرع قريب منهم؟ طبعا يقدروا يتكلمون عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه دي، ارقام شركه بايو ناتشرال، هيوصلوهم للصيدليه القريبه منهم، ويقدروا يستفسروا عن اي حاجه. طبعا عن الجرعات، احنا هنقول الجرعه المناسبه. الجرعه قد ايه بقى؟ الب مالتي فيت الجرعه المصرح بيها هو كبسوله واحده كبسوله كفايه قوي. يعني كبسوله انت هتاخدي فيتامين سي سواء ست او راجل، لانه داعم جدا لصحه الرجل جدا، يعني مش بس للمراه. لا 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 لا. طب الاعمار ايه يا دين؟ ممكن اقول ابتداء من سن المراهقه من 13 14 سنه، ما شاء الله ما فيش اي مشكله. ممكن حد يقول لي لا انا عايز اخد منه كبسولتين ثلاثه في اليوم، دي مش بتاعتي، دي بتاعت الدكتور الطبيب المعالج. لو هي بتروح للدكتور يقول لها تاخدي منه كبسولتين في اليوم، لكن هو الكبسوله اللي المفروض تتاخد هو واحده في اليوم، ده الطبيعي. لكن لو حد عنده نقص بقى بيدعم، يبقى الدكتور اللي بيحدد له بناء على تحاليله، الدكتور المختص بتاعه هو اللي يدعم لو محتاج تركيز اعلى. في سؤالين، يعني اولا جولي دلوقتي في الكنترول بيسالوني، لو حد عنده نقص فيتامين د هو نسبته تقريبا 13 او 14 المفروض يبقى 30، يعمل ايه عشان يعلي فيتامين د ده؟ هيعمل ايه عشان يعلي فيتامين د؟ هيتعرض للشمس ربع ساعه في اليوم. هنحط السان بلوك بتاعنا لازم
لو طبعا الشمس الفيدي ما تقدرش يتعرض للشمس كل يوم، هاخد مكمل غذائي فيه فيتامين د، ده لا محال. أوكي. فيتامين د مهم جدا للحياه، مهم وكترته غلط، لازم يكون ليه برضو نسب صح كده. الدكتور بيديله نسبه انت عندك فيتامين د من 1000 ل 5000 ل 10000. انا عارفه لان انا اتحدد لي منه نسبه معينه اخدها لفتره معينه، اللي بيدي النسبه وبعد كده ممكن يمشي على فيتامين د بتراكيز بسيطه، ما فيش مشكله، بس تبقى تراكيز بسيطه. لو عنده نقص بياخد هو الدكتور اللي يقول له، بيدعمه في الفتره 5000 10000 كل يوم وات ايفر زي ما الدكتور بيقول، بيكتب لغايه ما توصل لحد ال 30، وبعد كده لو عايز تاخد بنسب بسيطه ما فيش مشكله. طب في مشكلتين مش عارفه دول ليهم علاقه بنقص الفيتامينز ولا لا. ايه؟ دول اتسالت عليهم من حد من اصدقائي وقالوا لي اول حاجه في ناس بتعاني ساعات من رائحه العرق النفاذه. وتبقي انت مش عارفه، ممكن تبقى حاطه ديودرانت وحاطه يعني مزيل عرق وكل حاجه، بس هي يعني بتمشي او الراجل بيمشي عنده ريحه عرق قويه جدا. نعمل ده، وعلى فكره بنلاحظ ده في اطفال برضو. ممكن ده ممكن يبقى ليه علاقه. طبعا ممكن سرعه الايض عنده قليله، او سرعه الايض او التمثيل الغذائي قليل. لازم نعرف نعلي سرعه الايض ونعلي سرعه التمثيل الغذائي بفيتامين بي بكل انواعه. أوكي. بتلاقي مثلا اللي ما بيتحركش كتير وقتها ممكن يبقى لازم طول الوقت اتحرك. ده بيعلي سرعه الحرق. اصلا العرق ده بيطلع كل الحاجات، السموم بتطرد السموم، السموم طبعا اللي في الجسم. والب مالتي فيت ده بيعمل ده، لانه جواه فيتامين بي اللي بيحول لي الاكل لطاقه. فممكن تبقى من احد اسباب رائحه العرق الكريهه نقص في فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. نقدر يقدر او تقدر تستخدم الفا مالتي فيت، مفيش مشكله، قرص واحد في اليوم هيدعم نشاطها. يعني طول ما انت عندك نشاط وتدعميه، طول ما انت بتطردي السموم بره جسمك. فبرشح لهم اكيد الفا مالتي فيت المرخص من هيئه سلامه الغذاء. هناخد كبسوله واحده في اليوم بعد الفطار لو انا بفطر كويس، او بعد الغداء على كوبايه ميه كبيره. كوبايه ميه كبيره. اوكي. طيب السؤال بقى دلوقتي، الناس اللي عندها ساعات الشفايف فجاه تروح تتشقق كده وتوجع قوي، تنشف فجاه، تجف، ده سببه ايه برضو؟ وده نقص فيتامين بي. ده بي طبعا. فيتامين بي احنا عارفين في الدراسات ان هو بيعلي التمثيل الغذائي، بس ناس كتير مش عارفه ان هو ترطيب عالي قوي للبشره. جدا. فيتامين بي 6 كمان ترطيب عالي جدا جدا جدا، فممكن يبقى من احد الاسباب. على فكره هو ساعات بيبقى موجود في بعض يعني الناس اللي مكتوب لها انجكشن، بيبقى موجود، وساعات في حاجات تانية مش موجود. ما هي دي المشكله، فبتضطر يا عيني ان هي تعمل تاخد من نوعين من حاجتين. عشان كده لما سالتيني عظيمه قال اشمعنى الفا مالتي فيت اللي بترشحيه، لانه اعتقد الوحيد اللي موجود في كل عائله فيتامين بي بانواعه، فوليك اسيد، البيوتين. البيوتين رائع للشعر ورائع للضوافر. عندك الفوليك اسيد، عندك عندك نياسين، عندك رايبوفلافين، كل طبعا احنا شايفين على الشاشه فيتامين بي 7 اللي هو البيوتين لصحه وجمال متكاملين. فالب مالتي فيت داعم جدا للفيتامين بي العيله كلها. وده صعب الحقيقه نشوفه في اي منتج تاني او اي مكمل غذائي تاني، عشان كده بنصح ان احنا نصور شكل العلبه، لان انا ما عنديش بديل في الصيدليات، فده مهم قوي. طيب حاجه بقى نسال عن الناس اللي بيبقى ساعات عندهم عندهمش مشاكل، بيغسلوا سنانهم كل يوم، عندهمش اي مشكله خالص، ماشيين على روتين اليوم، ناس نظيفه يعني ما عندهمش مشاكل، وفجاه يبقى في رائحه فم كريهه مستمره. دي بقى ايه بقى مصادرها؟ يعني ايه اللي نقدر نحكم بيه الشخص ده محتاج يروح يعمل تحاليل او يسال عليه؟ هو محتاج يروح يعمل تحاليل كده ولا كده. هو طبعا ممكن سببها ايه بقى دي؟ ممكن يبقى من احد الاسباب نقص الزنك. لان الزنك ليه خصائص انتي بكتيريال. ممكن يبقى من احد الاسباب نقص الزنك، لكن طبعا برضو لازم نطمن على الكبد. طبعا. ولازم نطمن على مستوى السكر في الدم، لان الاثنين دول بيعملوا رائحه فم كريهه. ولازم نعلي سرعه الايض بفيتامين بي. وانس ان انا اطمنت على الكبد واطمنت على مستوى السكر في الدم، اقدر اخد كمان الب مالتي فيت، لانه داعم جدا للزنك. الزنك ممكن نقصه يؤدي. بتقولي في نسبه كويسه من الزنك 23.9، اعلى نسبه، اعلى نسبه وقصاده النحاس. يعني هو في اعلى نسبه مع المكملات الغذائيه تانية احنا بنشوفها صح. طبعا. والحلو اللي فيه كمان ان احنا مدخلين نحاس. النحاس مهم جدا. قول لنا بقى فايدته، يعني قول لنا فايده النحاس. مهم للمناعه، النحاس مهم لتكوين اي خلايا في الجسم بتتجدد. الشعر، الشعر مهم جدا للنحاس. الشعر انا عندي المفروض 100 شعرايه اكتر حاجه تقع في اليوم، انا عندي طبعا ده الزنك وقصاده لازم يبقى نحاس. الزنك اللي هو الزد اعلى تركيز من الزنك.
عندي الشعر مهم لينا نحاس الضوافر، اي خليه عندي الدم، خلايا الدم بتتجدد كل 4 شهور، مهم ليها النحاس، النحاس مهم للمناعه. يمكن يقولوا لي تاخر او ظهور الشيب المبكر، بنات واولاد بيشتكوا في العشرينات بدا يطلع لهم شيب او شعر ابيض، بيبقى وقتها ممكن اقول نتيجه نقص النحاس. فالنحاس مهم جدا، يعني جدا. مهم قوي. اول حاجه يعملوا التحاليل دي، مهمه جدا. طبعا طبعا، تثبت ايه اللي محتاجينه ويمشوا بقى على رول معين. الحقيقه كدا. الفيتامينات مهمه قوي قوي، يمكن هي اصبحت مهمه اكتر دلوقتي دي. طبعا مع المناعه، كنا زمان ما كانش فيه، نادرا اللي كنا بنجيبها بتبقى فاني، اللي هو حد بيدلع ولاده. أيوة. زي ما بيقولوا. أيوة صح. انا فاكره كده. لكن دلوقتي بقت مهمه في نظام ظل الاكلات اللي كتير بناكلها جانك فود وبره. هايل الزنك. طبعا الزنك مع الكابر هايلين للمناعه وصحه الضوافر. النحاس كمان مهم. طبعا وعندي كمان فيتامين بي داخل الف مالتي فيت، مهم جدا. ارجع اقول ان الف مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، داعم جدا لصحه الرجل كمان. الرجل مهم قوي ان هو يعرف يدير نشاطه، بتلاقي رجال لسه صغيرين 30 سنه ومش قادر ينزل يروح الشغل، تعبان، عنده حاله خمول، عنده حاله كسل. خمول. لسه بيقول ليهم في الكنترول. فلازم يدعم بألف مالتي فيت. هيلاقي نتيجه لو انا استخدمت ألف مالتي فيت يوميا. فتره قد ايه بقى يوميا؟ خلال إيه؟ احس نتيجته. هلاقي نشاط في خلال 4 5 ايام، هيبتدي عندي نشاط. وخلي بالك، وانس ان عندي نشاط، انت الصحه النفسيه عندك بتبقى احسن، بتفرق. صحيح. يعني طول ما انا عندي كسلانه هلاقي عندي اكتئاب، لا هبقى مش طايقه نفسي بقى، زهقانه، مش مبسوطه. طول ما انا عندي نشاط، واحنا كستات كمان اللي بتشتغل بتحب لما اليوم اللي يعدي تبقى عامله فيه حاجه. ما بحبش اعدي يوم وانا حاسه ان انا قاعده ما عملتش فيه انجاز. فساعات او مش قادره، دي كلمه مش قادره ما بتطلع دي بتبقى متضايقه. وبعدين عندك سيدات كتير عاملات وامهات وبتربي اولادهم، مدارس، نوادي، وعندها زوجها واكل وبيت. شابو للستات كلها. طبعا شابو للستات كلها بجد. انتوا يعني ربنا يديكم الصحه جميعا، كل الستات اللي يعني بتعمل كل المجهود الخرافي الخزعبلي ده. طبعا فمهم انها تدعم جدا. وعلى فكره ألف مالتي فيت داعم للصحه النفسيه، لانه داعم للاعصاب. ممتاز. مهم للنظر، يعني داعم كمان لاعصاب العين. يعني ممكن نقص فيتامينز البي، فيتامين مجموعه البي، ما دام ما عنديش مرض، ما فيش مشكله، طالما انا بتكلم عن الانسان الطبيعي بس كده، يبقى فعلا ياثر على موضوع الرؤيه والزغلله يمكن كمان الكوبالامين لازم اخصه، اللي هو فيتامين بي 12، مهم جدا لتكوين خلايا الدم الحمراء. يعني اللي بيشتكي من صداع مستمر مثلا، اللي بيشتكي من الصداع، الاكتئاب، الحاجات دي لازم وقتها تشوف فيتامين بي 12، لان فيتامين بي 12 هو اللي بيدعم لي كرات، هو اللي بيساعد على تكوين كرات الدم الحمراء. اوكي، يعني انا اقدر اخد الف مالتي فيت ده وانا مرتاحه ومطمنه، ما يجيش بعديه بقاله اضرار. يعني ممكن مكملات غذائيه الواحد ساعات بياخدها وبعدين على فترات تاذيني. ألف مالتي فيت ما يأذيش، لأن تركيزه أصلا بسيطة، والفيتامينات اللي فيه معظمها ووتر سوليبل، يعني ذائبة للذوبان في الماء، فالعالي الزيادة منه إكسيد عن طريق اليورين أو البول. أوكي. لا يخزن في الخلايا. حلو. فما عنديش مشكلة في ألف مالتي فيت، الفيتامينز اللي فيها قابلة للذوبان في الماء. أوكي. وأنا يوميا محتاجة أدعم بالفيتامينات، لأن مش طول الوقت أكلنا صحي. طبعا. اكيد بقول ان احنا نحاول ناكل اكل صحي، ومهم مع ألف مالتي فيت ان انا اقلل السكريات شويه. اكيد. اقلل المياه الغازيه. يعني قولي المياه الغازيه، المياه الغازيه بتتخن جدا، بتضرب الكالسيوم بره العظم، لان فانا لو كل يوم باخد 5 6 مياه غازيه في اليوم، ممكن بعد حتى لو باخد فيتامين انا كاني ما حسيتش بحاجه. كاني ما حسيتش حاجه، يعني بعد فتره ممكن يحصل لي هشاشه في العظم. فلازم ان انا احد جدا من شرب المياه الغازيه. ما بقولش بحرم الناس، بس كل حاجه لما بتبقى معقوله ما يبقاش في مشكله. والله دندونة انت نورتيني النهارده حبيبتي، معلومات رائعه، سعيده بيكي جدا، سعيده بكل حاجه جميله. بشكر طبعا يعني الشركات المحترمه اللي بتعمل منتجات محترمه تخاطب بيها الشعب، وخليني اقول ان هو في متناول الايدي، موجود في الصيدليات، حضراتكم تقدروا تسالوا من خلال الارقام الموجوده على الشاشه. واسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني النهارده، دكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. نورتيني حبيبتي. ميرسي ميرسي ليكي، وبشكر المشاهدين الكرام على حسن المتابعه لحضراتكم. شكرا جزيلا ليكم، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده، على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.